طيب صبايا هون حنكمل بالسبستيتيوشن، اخر رياكشن بالالكين. سبستيتيوشن هي للالكينز، الالكينز اللي هن بيكونوا ساتشوريتد عندهم سنجل كوفالن بوند. كنا بنعرف انه صعب السنجل كوفالن بوند نكسر حيلا بوند فيه، فهو بيعمل سبستيتيوشن، ببدل تبديل. بقدر بدل مع Cl2 مع Br2 I2F2 in the presence of sunlight. اوكي، اهم شيء لازم يكون عندي sunlight. هلا احنا هون نمرق بحالات بالسبستيتيوشن، ممكن نمرق بمونو سبستيتيوشن او داي سبستيتيوشن او تراي او تترا، معناتها فيني اكتر من مرة بدل. اوكي، خلينا فرجيكم بس كيف، وراح فرجيكم على الجنرال فورمولا كيف بتكون. فور اكزامبل انا راح اخد CH4 راح اعمل له مونو سبستيتيوشن، يعني انا كل مرة بدل بوند واحد، ما فيني انا بفرد ستيب اعمل 4 بوند، لا كل مره بدي بدل ب1 بوند. سو انا هون عباره عن Cl2، يعني Cl بوند Cl سبستيتيوشن، يعني بيجي هيدا Cl بدل مع حيلا هيدروجين، مع حيلا هيدروجين بيجي بدل انا وياه، بيعمل عمليه تبديل، يعني بيصير عندي البرودكت اكيد والسان لايت، اختصار سان لايت، او فيني اكتب Sl سان لايت. اوكي، سو البرودكت هو سي، صار عندي اتش اتش اتش، وانا بدلت وحدة مع سي ال مع البرودكت اتش سي ال، لانه اتش اتش بدلت وياه. هيدي بسميها مونو كلورينيشن او مونو برومينيشن حسب انا شو حطيت، لانه استعملت 1 سي ال. اوكي، اذا بدي 2 معناتها رح اعمل هيدي مرتين، ستيب 2. اذا اخذنا سي اتش مع مرتين Cl2 شو عم بيصير عنه؟ C أنا عم بدل مرتين، بتصير عندي Cl Cl H H، بس كم مرة عم يطلع معي H Cl؟ مرتين. ليه؟ Cl 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 بيجي مرة H مع هون ومرة H مع هون، صح؟ صار عندي H Cl H Cl، يعني مرتين H Cl. شو عم نلاحظ هوني؟ بالداي كلورينيشن عند 2 سي ال و 2 اتش سي، نفس الشيء تكمل ليصير عندي تترا، يعني اذا عندي اتش اتش زائد 3 مرات سي ال 2 عم بعمل تراي كلورينيشن، رح يعطيني سي سي ال 3 اتش، 3 مرات سي ال رح بدلهم مع 3 اتش سي ال. اوكي، اذا بدي اعمل 4 ما يضبط معي الا 4 سي كمان اتش، اوكي، مع 4 مرات سي ال 2 اللي هي تترا كلورينيشن، رح يعطيهم 4 مع 4 مرات رح بدل، يعني سي سي ال 4 زائد 4 مرات اتش سي ال، بكون اتش بدلت مع سي ال 4 مرات. فيني اقول له انا هون الجنرال فورمولا هي هيك، سي ان اتش 2 ان بلس 2 AX2، يعني يمكن تكون 1 إذا نعمل مونو، داي إذا 3 4 حسب، مع sunlight بتكون عم تعطيني CnH2n plus 2 minus A إذا أنا عم بعمل 1 بنقص منها 1، عم بعمل داي 2 بنقص 2، إذا عم بنقص 3 بنقص 3، XA حسب قدي أنا بدي إياها زائد AHX، يعني هيك نطبق القاعدة هون. C5H12 أنا عم بعمل لها 3 مرات كلورينيشن، هي تترا تراي كلورينيشن، يعني شو بتصير القاعدة؟ C5H قلنا 12 minus بشي 12 minus A، يعني minus 3 شو صارت؟ 9 Cl 3 مزبوط، لأنه الA هون بالنسبة لإلي هي هي صارت الA. أوكي، زائد AHX نفس الشيء، إذا 5 C6H بتكون 2N plus 2 اللي هي 14، يعني 14 minus A 14 minus 5 بصير 9، 14 minus 5 9، BR A اللي هي 5 زائد 5 HBR.